ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض نشوف الملوخية المجمدة. طبعا اي كيس واي نوع واي شركة واي ماركة انتوا بتفضلوها هنعملها النهارده بطريقة سهلة قوي قوي قوي، بطريقة هتعجبكم جدا، وطعم وريحة بالظبط زي الخضرة اللي بنجيبها من السوق. تابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا كل اسرارنا وكل تكاتنا وحركاتنا. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الملوخيه المجمده. بيجي سهل جدا وبسيط، وممكن يكون ناس كتير بتعرف تعمله، بس احنا هنعمله للناس اللي خايفه تجيب الملوخيه المجمده. لو انتي مزنوقه في اي وقت وما عندكيش اختيار غيرها، فاحنا هنعملها مع بعض بكل سهوله. طيب، اول حاجه معايا انا طلعت اهو كيس الملوخيه معايا، ودي معايا حله فيها شوربه، اي نوع شوربه انتي تحبي، شوربه فراخ، شوربه لحمه، ان شاء الله حتى ميه، ومتدوب فيها مكعبين مرقه خضار. تمام، الشوربه دي تكون دافيه. وبعدين هنفضي الكيس بتاع الملوخيه فيها كده بالراحه، وهو متجمد مش هنسيبها تسيح او تفك زي ما انتم شايفين كده. هسيبها فيها 5 دقايق، قلتلكوا ان الشوربة سخنة او دافية، هسيب الملوخية المتجمدة اللي انا حطيتها فيها كده 5 دقايق، وهي هتفك مع نفسها زي ما انتم شايفين اهي. بعد 5 دقايق لما سبناها احنا كل دون بعيد عن النار، الشوربة كانت بس سخنة، وحطينا فيها الملوخية، سبناها 5 دقايق، الملوخية ابتدت تفك اهو. ولما نيجي نقلبها بنقلبها بالمضرب السلكي. طيب، هنحط ايه للملوخية بتاعتنا؟ هنحط لها معلقة صغيرة من السكر، وبصوا ذرة بسيطة خالص 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 بطرف الايد، كربوناتو اللي هي بتاعة الطعمية. حطها كده اهو عليها، ونرجعها على بقى النار، نحطها 2 دقايق علشان تفك خالص. زي ما انتم شايفين انا حطيت بقى دلوقتي الحله بتاعتي اللي فيها الشوربه الدافيه وكيس الملوخيه المتجمده. بعد ما فك 5 دقايق في الشوربه، حطيت عليه معلقه صغيره من السكر وذره بسيطه خالص من الكربونات بتاعه الطعميه، وحطيته على النار زي ما انتم شايفين علشان الملوخيه الباقيه اللي هي المتجمده دي تفك خالص معايا، ويدوب يدوب تاخد غلوه واحده بس. هسيبها تفك خالص ونرجع مع بعض عشان نعمل الطشه. شايفين الملوخيه خلاص اهي معايا فكت خالص. احنا حطينا، نرجع تاني نقول، 2 كوباية من الشوربه حطينا عليهم وهم سخنين، حطينا عليهم كيس الملوخيه بعد ما فكوا خالص، حطينا معلقه صغيره من السكر وذره بسيطه خالص من الكربونات بتاعه الطعميه، ورجعنا حطيناهم على النار عشان لو في اي حاجة لسه ما دبتش من الملوخية، وفكت معانا اهو زي ما انتم شايفين. عبال ما تاخد الغلوة بتاعتها، احنا قلنا هناخد غلوة واحدة بس، وقلنا هنستعمل هنا شوربة، اي نوع شوربة انت تفضليه، حتى لو هتستعملي 2 كوباية مية وعليهم مكعبين مرقة خضار او فراخ زي ما تفضلي. عبال ما تغلي تعالوا مع بعض نعمل الطش. معايا هنا دي معلقة توم كبيرة، وحطيت هنا 3 معالق زيت برضو اللي انت تفضليه، عايزة تعمليها بسمنة بلدي، عايزة تعمليها بسمنة علب، بزيت المادة الدهنية اللي تفضليها. انا عاملاها هنا بزيت. هنحمر فيها معلقة التوم عشان دي هتكون الطشة بتاعتنا. عايزة اوريكم الملوخية، الملوخية خلاص اهي خدت الغلوة بتاعتها، هنطفي عليها ونرجع تاني للطشة بتاعتها. نحمر التومة يدوب تاخد لون ذهبي. ادي التومة بتاعتي خدت اللون الذهبي، هبتدي بقى ان انا احط من الكزبرة الجافة، احط معلقة صغيرة. لما بحطها في الاخر مش مع التوم من الاول، الريحة بتاعتها بتفضل
حلوة قوي وتحتفظ بريحتها كده وجمالها. تعالي بقى نغرف الملوخية. معايا هنا الطبق او اي حاجة هغرف فيها الملوخية. ادي الملوخية اهي لوحدها زي ما انتوا شايفينها، وادي الطشة بتاعي الملوخية. وبألف هنا لو ما بتعرفيش تشهقي هاتي حد يشهق، او مش لازم، الملوخية بتاعتنا تحفة وتجنن. بألف هنا، بتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وعجبكم، وتابعوني في الفيديوهات واستنوني في فيديو جديد، ومستنية تعليقاتكم. باي باي.